شخصيتك بتذكرك ايه الصوره بتاع مقام الشعبي كان إذا كان نشوف السوسي وقاعد بيدرب الشباب ويدرب الناس على استخدام المدية، الناس ما عندهمش فكرة خالص، ومع ذلك الناس عايزة تتعلم وعايزة تدافع عن عشان كده بقول لك القانون. الشعب القانون ساكنة في الضمير، في اللعب وركزة جوه. 152 سنة ساعة اتحفرت من 1859 1869، 10 ايوه سنين الناس بتحفر فيها، اجدادنا اجدادنا راح كلهم بشهداء. و120,000 واحد استشهدوا. فبالتالي طبعا فعلا في وجداننا وفي واهلنا بقى اللي توفوا، دول اجدادنا واجداد هو اجدادنا. لما جينا نتكلم عن حفر الازدواج، تمام الازدواج تقريبا كان فيها نفس الريحه، نفس صحيح الجهد، نفس تمام التعب، نفس الشقه. صحيح عشان كده كان فعلا في حفاوه شديده جدا. يعني انا فاكر سيرتك، وانا المفروض ان نسيتك انت تتكلم، بس انا لا لا تفضل لا لا بذاكر معاك. يوم ما الرئيس قال ان عايزين نحفر القناه في 6 ايام ولا في 10 ايام، الفلوس اتجمعت 68 مليون 64 مليار او 64 مليار، 64 مليار في 8 ايام. طبعا احنا كان عندنا هاجس ان ازاي هنلم مبلغ 20 مليار. احنا كنا بنفكر في 20 لا انت مليار، كنت بتتكلم في 20. فبص الناس جمعت في 8 ايام. لا ده انت قفلت كمان. قفلت ولسه الناس قاعده على ابواب البنوك عايزه تدفع، عايز تشتري الشهادات. بنسبه الشهادات بقى، فلوس الشهادات اتدفعت طبعا من القناه، يعني ايرادات القناه من الايرادات اللي حصلت بعد افتتاح قناه السويس الجديده. اتسددت كلها منها، يعني الشهادات اتسددت من ايرادات القناه صح، المحطه 59 مليار جنيه، لان كان في ناس سحبت من ال 64، يعني خلال ال 5 سنين. الشهاده مدة 5 سنين، فاللي اتسدد 59 مليار في ميعادهم، واعلنوا انه كانوا بيقبضوا برضه الحافز بتاعهم كل شهر من ال. ما فكرتش تفكر في الفكره دي التانيه دي لتمويل مشروعات مستقبليه في القناه؟ لغايه دلوقتي احنا مش محتاجين يعني مش الحمد لله. محتاجين. لكن طبعا لو فكرنا في حاجه زي كده، يعني حتى يمكن سياده الرئيس قال لي على المشروع الجنوبي هتحتاج، قلت له لا يا فندم مش محتاج ان شاء الله الميزانيه. كلمك قال لك على قال لي احنا هنحتاج تاني بقى نعمل موضوع، قلت له لا يا فندم مش محتاجين ان شاء الله، احنا الميزانيه بتاعت الهيئه، عشان كده يمكن المشروع هيمتد شويه بسنتين ونص، لان احنا هنقدر نعمل الموضوع ده من ميزانيه الاستثماريه للمشروع والمشروعات الهيئه يعني. وده اللي احنا كنا بنخطط له، ده اللي كنا حاسبينه يعني. احنا ما بنحملش حد حاجه، ما بنحملش الدوله حاجه، ما نجرش قطارات من بره او كركات من ما بره، تحملش الاقتصاد اقتصاد دولارات ولا انا خلاص. ولا قروض ولا كل غيره. الفلوس ده ما بنحملش ميزانيه الدوله، دي مهمه الفلوس اللي بتروح ميزانيه الدوله. ما بقولش بقى انا عشان انا بعمل قطاع جنوبي هخسر، مش عارف، لا كل الفلوس من الدوله تروح الاول وبعد كده انا بشتغل. القناة معناش ديون يعني الحمد لله لا ديون، خالص، لا معلش ديون، لا ولا لا هنا ولا هنا ولا هنا. لا لا ده احنا معانا زي الفائض. الحمد لله. الصورة دي بتفكرك بإيه؟ دي طبعا بقى القناه قفلت في 67 طبعا لغايه 73، الرئيس السادات الله يرحمه محبي جنكر العظيم. طبعا افتتح القناه تاني، افتتح في 75. كان في طبعا مراكب غرقانه وكان في الغام خلفات مرميه حرب. وخلفات غلاف حرب، ده يمكن وحدات الانقاذ البحريه بالذات والقوات السلاحه اشتغلوا في الموضوع ده. وفي انتوا عملتوا متحف ولا ما عملتوش؟ عملنا قناة متحف السويس الشمالي هيفتتح قريب باذن الله. قريب امتى؟ يعني برضه هنتكلم عليه خلال الشهرين اللي جايين دول مع المارينا بيضم باذن ايه بقى الله. المتحف؟ ده بيضم اجنحه كتير جدا، هو بيحكي تاريخ مصر كلها من اول ما متحف اتحفرت. قناة السويس. من اول ما اتحفرت قناه السويس من 152 سنه، والمعدات اللي كانت بتستخدم في الحفر، الاشخاص اللي كانوا موجودين كانوا بيعملوا ايه، الغرف اللي كانت موجوده بتاعت اسماعيل وسعيد والباشا والحاجات دي كلها، الادوات اللي كانت بتستخدم، الماكيت بتاع الحفله نفسها الاساسي، لبس الجني، المراكب اللي كانت بتستخدم في الحفلات ده، الاشكال المراكب والانواع المراكب، اللي كان بيحكي التاريخ كله بتاع قناه السويس والمراحل. طبعا حفر قناه السويس، قناه السويس الجديده، القطاع الجنوبي، حادثه ايفر جيفن، يعني هتمر تشوف كل حاجه في قناه السويس انت خلال زيارتك للمتحف. هشوف قالوا على بيت السبس الكلام جميل. ده كان عايش طب ازاي بمناسبة وعربيته كانت حلو اللبس، كان في دايما مطالبات بشيل تمثاله وما يرجعش. هو فين التمثال اصلا ده دلوقتي؟ متحف الشاملة. المتحف ده هيخش في المتحف، هو موجود في المتحف دلوقتي خلاص. ده خلاص خلاص اتسجن في المتحف. طب يعني هو ده هتحط برضه شخصيه من الشخصيات الموجوده، يعني زي نابليون وزي تمثال جمال عبد الناصر. يعني مش هيرجع على القناه؟ لا خلاص خلاص هو في المتحف. لا لا فتح. هو على فكره يعني عودته للقناه ده استفزاز، ايوه ان هو يبقى واقف كده على القعده ويشاور بايديه كده وبتاع يعني. لكن لما في المتحف خلاص احنا بنقول تاريخ، احنا بنتكلم على تاريخ دلوقتي، صحيح. ما نقدرش ننكر ان مين صاحب الفكره ومين السبب في الموضوع ده. فموجود التمثال بتاعه ومعدات اللي هو اخترعها على فكره، وعمل شويه معدات يعني بدايه التكريك ده هو اللي عمله، ان هو قعد 10 سنين يحفر، بس لما وصل لاعماق كبيره من بعد 5 متر 6 ما بقاش عارف يشتغل ازاي.
فبدا يفكر في معدات تساعد في عمليه الحفر، ولو كان بيحفر الناس بيحفروا بالجاروف يعني كان عنده نفس مشاكلنا يعني. اه طبعا يعني طبعًا انت لما قابلت طبعًا القاع الصخري اه تفكر اي فهو بدا يفكر طب انا هعمل ايه في الاعماق، الناس دلوقتي بتحفر لغايه متر ونص ولا 2 متر، بعد كده هعمل ايه؟ فبدا يفكر على معدات شبه الكرانه كده، ليها نموذج موجود في المتحف، مطرقه، العدوات اللي كان بيستخدمها كلها. فالراجل ده فكر واشتغل، انت فكر بتخليني واشتغل. اشوف المتحف؟ هنشوف طبعا ان شاء الله. طيب اتفضل. الصورة دي طبعا دي في بداية تأميم قناة السويس، كان مع المرشدين العظماء اللي بدأوا عملية تحمل المسؤولية بعد المرشدين من سحبوا، وكان من ضمنهم اليونانيين، واحنا بنشكرهم من هنا برضه. اليونانيين قاموا معانا بدور كبير جدا في عمليات بتوضح ان الرسائل. التعاون مع اليونان تعاون وثيق بين القناة واليونان. طبعا طبعا طبعا، لان هم اليونانيين اساسا هم بيشعروا كانهم مصريين، وان قناه السويس دي برضه هم يعني هم من اهلها، وانهم بيحبوها وانهم بيشتغلوا فيها وبيكسبوا منها، وبالتالي برضه ما زال لغايه دلوقتي بيدعمونا في كل انت كان حاجه. عندك رحله مؤخرا لليونان والصين، ايه الفكره؟ يعني اليونان طبعا احنا كان في مؤتمر ان هو المؤتمر العربي اليوناني البحري، كويس. وده كان مؤتمر مهم جدا اللي كان بيجمع الدول العربيه المهتمه كلها بالنقل البحري، وبالتالي احنا حبينا برضه نقول رؤيتنا احنا في قناه السويس احنا كان بنعمل عندك ايه؟ كلمه قلت كلمه طبعا تركزت فيه، في ان احنا بنعمل ايه في قناه السويس، وامكانيات قناه السويس، والاستثمار اللي موجود انت في قناه بتتكلم عن السويس. بروموشن، انت عامل كلمه طبعا. بروموشن وحقيقه تسويق لقناه السويس. وانا عرضت فعلا كل المستثمرين والناس الموجودين هنا، احنا فاتحين ايدينا وقلوبنا ان احنا نعمل اي استثمار موجود، سواء كان في المزارع السمكيه، سواء كان في الشركات، سواء في الترسانات البحريه اللي موجوده عندنا، او اي مشروع اخر احنا جاهزين انت ان عندك احنا كم نعمله. ترسانه؟ عندنا 3 ترسانات، 3 ترسانات، الاهم بالنسبه لك او الاكبر او بورسعيد والسويس طبعا، وبعد وفي كده اسمه والتوفيق برضه في السويس، موجوده في السويس، يعني في 3 2 في السويس وواحده في بورسعيد. والمزارع فين بقى؟ مزارع في شرق في الانطره، في شرق الانطره في الشرق. انتدى؟ بتنتج طبعا وبتبيع. بس عايزين في حواض زياده عايزين نستثمرها، وحد فانت يشتغل عشان كده طرحت التسويق. التسويق. وبعدين رحنا زرنا شركه انتوبوليوشن اللي احنا عاملين معاها الشراكه في جامع المخلفات، وشوفنا ازاي بقى هو المصنع اللي هيتعمل، لان احنا هنعمل عندنا مصنع. عملت جوله زياره استطلاعيه طبعا شفت عشان اشوف الناس بتشتغل ازاي، اللي احنا هنعمل مصانع عندنا، كويس. مصانع لتدوير المخلفات نعمل في بورسعيد وفي السويس، فشفت المصنع اللي عندهم بيعمل ازاي وبيفرز ازاي، وهل في سايد افكت الحاجات دي خارجه ولا لا، لا ده طلع في معامل والناس بتختبر كل حاجه، وموجود الفصل المخلفات الصلبه على المخلفات السائله. انت هنا بتتكلم عن منطقه قناه السويس او قناه السويس خضراء، ان شاء الله. بمعنى ان اولا ما يبقاش في مخلفات اثناء مرور السفن. عشان كده انت عملت المصنع. بمعنى ان المحط كل ما هو على قناه السويس بيكون بيشتغل بالطاقه المتجدده، كويس. دي بدانا فيها، غيرنا 16 محطه موجوده بطول القناه من الكهرباء العاديه للرياح والشمس، والشمس، كويس. غيرنا عربيات المرشدين كلها بالكامل اللي دي بتمشي على القناه برضه ليها عملتها مخلفات بايه؟ كربون بعملناها بالغاز، فاحنا بدانا شغالين يعني الموضوع ده ان احنا فعلا عايشين هو تأثير. ستك بتعمل تحسبات او تحذيرات او خطط لاستقبال سفن قد تلوث القناه، سفن تكون لها اشعاعات او تتحرك بالنووي او حاجه، بيبقى في حاجه معينه الحاجات دي كلها انت بتفصل بيها القوات المسلحه دي في المدخل، جزء وبيبداوا قصدي بيفتشوا عليها ويشوفوا كويس النسب بتاعتها مظبوطه ولا لا قبل ما تعبر قناه السويس. فدي الموضوع منتهي من منتهي زمان من ملوش زمان دعوه كده، مش بده. لكن انا بعمل تحسب للسفن اللي هي الخضراء اللي هتعبر قناه السويس، يعني لازم سوق يعني السفن هتكافئها؟ اللي هي السفن اللي هتبقى ماشيه بالطاقه المتجدده هتكافئها؟ ليها مكافاه، لكن قصدي قبل ما اكافئها لازم برضو اللي انا هبقى ماشي في حته برضو خضراء زيه، يعني انا ايوه عامل زي يعني هو ماشي اخضر برضو لازم يبقى احلى. لازم ماشي اخضر برضو زيه، فعشان كده برضو انا بجهز له المكان اللي هو هيعبر فيه لانه برضو بيبقى مناسب بس انا توقعت منك ان لكن انت هتقول لي في حوافز في ليه؟ حوافز في حوافز للسفن دي في الاول طبعا، لان عدد السفن هيبقى قليل، وبالتالي احنا انت عايز تجذبهم. عايز اجذبهم برضو ان هم يعبروا عندنا في قناه السويس. ذكرياتك مع القاده طبعا يعني لو اتكلمنا على جمال عبد الناصر، رئيس جمال عبد الناصر يعني رحمه الله، طبعا ده هو اللي امن قناه السويس، ودي بدايه الموضوع بقى. يعني احنا الخير ما كانش بيخش لمصر ولا لقناه السويس، كان بيخش للاجانب. فبالتالي من 56 ساعه تأمين قناه السويس اصبح دخل كامل كله لقناه السويس، وبقت قناه السويس مصريه خالصه. عظيم. فبالتالي هو كان صاحب متحمل الفضل، صاحب الفضل وصاحب القرار القرار الاول. لو كلمنا على السادات، السادات الحقيقه برضه اهتم جدا بقناه السويس لانه عمل فيها اكتر من تطوير، بدايه من شيل الافتتاح. المخلفات والافتتاح في 75، تجهيز وبعدين الافتتاح في 78 رجع عمل تطوير تاني عظيم. تعميق القناه وتعريضها، فبرضه ليه فضل كبير. لو كلمنا طبعا على الرئيس السيسي، عمل المشروع الاكبر الاعظم الموجود في قناه السويس اللي هو
قناه السويس الجديده وقطاع الجنوبي لقناه السويس. هو ليه المشروع ده يتهجم كل الهجوم ده ولحد الان؟ ده ياكد لك ان هو ناجح. يعني بدايته كده كده ناجح لانه هيزود الدخل. يعني هيزود الدخل لان كانت رؤيه. يعني انت بتعمل بتتكلم على مشروع تفكر في مشروع تعمله وتقول الرؤيه بتاعته ان ده هيجيب لك ضعف عدد السفن وعدد والعائد بالدولار. والرؤيه اتحققت، فبالتالي لازم من اول يوم يحاول الناس تحبطك ان ده ليه وده ليه. مش الناس طبعا بتوع الناس اللي هم الاشرار يعني. اهل الشر. اهل الشر اللي هو ايه؟ يقول لك لا المشروع ده درعه، لا ده مش تشت، لا ده مش هيجيب حاجه، ده ترموا فلوسكم في لكن الحمد لله احنا ما رمناش فلوسنا اهو. ودي العائد اتسددت والعائد جه و9.4 من 10 ولسه بنتكلم على الازر ان شاء الله. اتفضل يا فندم. باذن الله. صباح الخير وصباح البهجة والسعادة. ومن هذه المنطقة على شط القناة يصبح الحوار مع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة قناة السويس حوارا مهما في هذا التوقيت. لماذا؟ زرنا واحد من أهم مشروعات الهيئة، مشروع توسعة وتعميق المدخل الجنوبي لقناة السويس. ده مشروع عملاق تكلفته 10 مليارات تمويل ذاتي من أموال الهيئة بخبرات وسواعد مصرية من أبناء الهيئة. مشروع مصري 100%، وبالتالي هذا المشروع سينقل القناة نقلة تالية بعد النقلة الأولى اللي كانت خاصة بازدواج قناة السويس من المحور الشمالي أو المدخل الشمالي. أهلا بك يا أستاذ الفريق. أهلا بك يا فندم، منورنا في قناة السويس. ربنا يخليك. الحقيقة يعني يوم كامل قعدته مع شباب ومهندسين فنيين وخبراء كلهم من ولاد الهيئة شغالين في مشروع هو الأهم، تطوير المدخل الجنوبي. اولا فكره المشروع ده وارتباطها بحادثه ايفر جيفن. تمام يا فندم. هو المشروع ده حقيقه كان موجود من قبل حادثه ايفر جيفن. جاهز موجود من مشروعات الهيئه المستقبليه. مشروعات الهيئه طبعا مستقبليه زي قناه السويس الجديده برضه كان مشروع موجود يعني. لكن التوقيت اللي انت بتطلعه فيه هو ده اللي كان المهم. يمكن احنا استعجلنا قدمناه شويه عشان موضوع حادثه ايفر جيفن، يعني استغلينا الموضوع ده برضه. يعني كان مخططا هذا المشروع قبل الحادث. لكن الحادثه لكن الحادثه سرعت ان احنا نبدا فيه يعني. ما دام في بقى في تاثير لي وبقت في طلب من العملاء او مش طلب يعني حسينا ان احنا لازم نقدم بقى حاجه طبقا للحادثه اللي حصلت، وبالتالي ما دام احنا عارفين في ايدينا ايه المشكله وايه الحل نعملها فورا. هي ايه كانت المشكله؟ ايه المشكلة في القطاع الجنوبي دون ان في حاجتين مهمين، اولا ان هو في كيرفات كتير تعرضات. تاني حاجة مع في اللي هم ال 40 كيلو دول او ال 30 كيلو اللي هم الكيلو 132 للكيلو 162 ده الكيرفات فيه كتير. علاوة على ان القاع صخري صلد صعب التعامل معاه بالكركات والتكريك والحاجات دي. وبالتالي القطاع ده كله الجزء ده كله لم ينالوا التطوير من 1990 1990 ما فيش اي تطوير يعني حصل فيه، يعني رغم التيارات المائيه العاليه رغم التعرجات. تمام. ليه بقى؟ لان هو يعني انا كنت اشعر ان اللي هيخش فيه مغامره. طبعا مغامره لان انت بتقابل قاع انت مش عارف هتشتغل فيه ازاي، هيحصل فيه ايه، الكركات هتشتغل قدراتها هتبقى عامله ازاي وانت بتشتغل، وخاصه ان احنا لسه عندنا كركتين جداد اللي هم بيشتغلوا في القاع الصخري، وبالتالي كانت تبقى فعلا العمل فيه مغامره لانه كان هيبقى صعب جدا ان انت تقدر تكرك في القاع الصخري ده تقريبا يعني كل السنون بتاعه الحفار بتتكسر، وده حصل برضه دلوقتي مش محصلش يعني بيحصل كان بيحصل كان محسوبه يعني. وبالتالي دي كانت صعوبه المشروع. اهميته بقى ان اللي كان بيخش في القطاع الجنوبي ده وال 30 كيلو دول جاي داخل من السويس لغايه لما يعدي الحته بيتنفس الصعداء زي ما بيقول او داخل متوتر خلال 30 كيلو يعني مخنق تيار بيأثر من الجنوب على دفه المركب بيلاقي كيرفات كتير ديك الممر دون مفيش منوره صعبه فدي برضو كانت من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنبحث عليها خدمه العملاء وراحه العملاء في العمل معانا في كرايش. يعني دي كانت ظاهره ونقطه حمراء وشغالين عليها والمشروع موجود معروفه وبالتالي لما حصلت حادثه ايفر جيفن وكانت من ضمن اسبابها ما هوش السبب الاساسي زي ما انا قلت قبل كده برضو من اسبابها كان الجو كان وحش او الريح كان 40 عوده تقريبا كان بيأثر على دفة المركب هي من الجنوب الكلام اللي احنا بنقوله بقى عشان كمان القطاع نفسه العرض القناة في الحتة دي ضيق 250 متر كيرفات كتير فكانت دوران في الحتة دي مع سرعة الريح الجامدة مع الدفة الصغيرة اللي كانت موجودة العيب الفني اللي كان موجود في المركب هو ده اللي خلى المركب ان هي تجنح
ليه جات اليمين ثم جات الشمال ثم جات اليمين ثم جات الشمال لغايه ما استقرت بالمنظر اللي احنا شفناه ده مع سرعه المركب من عالي قوي اللي هو دخل بيها الابطال بتاع المركب منافي للتعليمات واللوائح اللي موجوده في الهيئه ان احنا ما نخشش. دي الاسباب الفنيه. دي اسباب فنيه. وبالتالي احنا فكرنا ان احنا نقدم المشروع ده نعرضه على سياده الرئيس ونشرح له القصه ونبدا نشتغل فيها ونتحمل هذه المسؤوليه ونحاول. لكن احنا برضو احنا بنفكر اولا ما كناش عايزين نحمل ميزانيه الدوله حاجه. ثانيا ما كناش عايزين نحمل الدوله برضو حاجه بالعمله الصعبه. لكن احنا قلنا احنا نعملها بقدراتنا احنا. يعني انت عايز تحمل بالجنيه ولا بالدولار؟ اصلا. فقلنا احنا نعملها من ميزانيه الهيئه الاستثماريه في الهيئه اللي هي متخصص لنا في الميزانيه الموازنه اللي بتتصدى عليها من رئاسه الوزراء ووزاره الماليه والبرلمان والنواب. كل ده الميزانيه بتاعتنا هنعملها عشان كده ياخد تاخد فتره اطول شويه. وبالكركات بتاعتنا احنا بس ما بنأجرش كركات من بره زي ما حصل في قناه السويس الجديده. وبالتالي ما فيش عمله صعبه. فاحنا هناخد الوقت اللي هو اللي نستغرقه حسبناه هياخد حوالي سنتين وست شهور احتياط. سنتين وست شهور. ولكن هي بامكانياتنا احنا وقدراتنا احنا الموجود. وبالمبلغ اللي احنا قلنا عليه حوالي 9 مليار تقريبا ومن فلوس الهيئه وبندفع طبعا كل فتره لان الموضوع واخد سنتين فانت ممتد سنتين وست شهور فعندك نفس انت يعني. تدفع من حسب من الفلوس الميزانيه الاستثماريه بتاعت الهيئه. برضه ما ناثرش على اللي احنا بنديه للدوله. ايوه دي مهمه جدا. انت بتحدد مش داخل على فلوس الدوله خالص. انت بتحدد لك مبلغ وتدنيه في السنه فانت بتطلعه ومن الميزانيه السنه انت بتظبط يعني نفسك ان انت تشتغل على خلال السنتين دول على مدار السنتين دول تخلص بالامكانيات بتاعتك وقدراتك. يعني اللي انا فهمته من كلام سيادتك ان تمويل ذاتي تمويل على سنتين ونص حسب المشروع لن يمس اما الحصه اللي بتاخدها الدوله او مدخلات الدوله من قناه السويس وليست منقوصه منها. وبالتالي هنا الحصيله بتورد كالعاده لكن هذا المشروع من الدخل بتاع قناه السويس على مدار السنتين ونص. وقدراته وامكانيات قناه السويس، الكركات بتاعت قناه السويس. عظيم. تمام. كركات قناه السويس، انت بتقول لي عندك كركتين جداد اللي هم طنطاوي ومهاب. تمام. مظبوط؟ تمام. دول قصتهم مهمه. طبعا دول اكبر كركتين موجودين في الشرق الاوسط. احنا عندنا كم كراكه اصلا؟ احنا عندنا حوالي مسطول. عندنا في الاسطول حوالي 15 كراك. 15 كراك. الاثنين دول يعني 15 كراك. فطبعا دول كانوا مهمين جدا لانهم جداد من شركه اي سي الهولنديه وقدراتهم عاليه. اولا بيشتغلوا في القاع الصخري دي اللي شجعتنا ان احنا نبدا نشتغل في المشروع ده واللي عندنا كراكتين كانهم معمولين للقاعده. تمام. وفعلا احنا جايبينهم برضه عشان احنا كنا برضه لما كنا بنيجي نشتغل في القطاع ده لاي سبب من الاسباب او ليه او اي كان عندك مشكل. كان عندنا مشكله فكنا برضه بناجر من بره بالعمله الصعبه. وبالتالي دي كانت في حساباتنا ان احنا لا نجيب احنا نمتلك القدره زي ما سياده الرئيس زي ما نقول نمتلك القدره والامكانيات. هل كان السويس هيئه مش صغيره نجيب احدث حاجه صحيح. واكبر حاجه فيها ليه. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي احنا جبناها طلبتوا البناء بتاع كراكتين. كراكتين الحمد لله وجم وسياده الرئيس طبعا رفع العلم عليهم. وده الكراكات دي بتعمل 3600 متر مكعب في الساعه. 3600 متر مكعب في الساعه رقم كبير جدا يعني. وبالتالي دول شجعونا ان احنا نخش بقلب جامد في المشروع ده ونشتغل في هدى. اللي حاصل دلوقتي ان احنا شغالين في المشروع ده ان شاء الله نخلص على اخر السنه دي. السنه دي احنا بنضيف برضو المشروع ده ان هو بس مش بس التوسع اللي احنا بنعملها ال 40 متر للشرق والتعميق من 66 قدم ل 72 قدم. لا ده احنا بنعمل ازدواج، بنعمل قناه سويس جديده 10 كيلو في بحيره مر الصغرى. فبرضه ده بيضاف يعني المشروع. يعني المشروع مقسوم قسمين، جزئين. الجزء الثاني ده بتاع البحيرات المره الصغرى 10 كيلو. 10 كيلو بتعمل فيهم ايه؟ بنعمل فيهم ازدواج. عرض الممر في الجزء ده 250 متر، بنعمل 250 متر ثانيين. يبقى ذهاب وعوده يعني برضو يمتدوا استكمالا للمدخل الشمالي. هو يعني ملتصق على طول بكراسي الجديده اللي هم 72 كيلو يبقوا 82 كيلو. 82 كيلو ازدواج. ازدواج. وبالتالي دي برضو المشروع مش بس انت بتعمل توسعة وتعميق، انت كمان بتزود القطاع اللي انت عملت فيه ازدواج تزوده كمان 10 كيلو. طب يعمل ايه؟ يزود لك عدد المراكب الموجوده في الاستيعاب عدد المراكب اكتر جوه المجرى الملاحي. جوه المجرى الملاحي. ويقلل مده الانتظار. انتظار لو هتعمل انتظار مش هيبقى انتظار لان عدد السفن بيزيد وبالتالي انت محتاج الموضوع دون. فمش بس لا مش انتظار، يقلل الساعات كمان حتى 11 ساعه تقل كمان نص ساعه ولا ساعه الا ربع. ودي تفرق. تفرق طبعا من المراكب مع البضاعه. انت بتبقى حاسب حساباتك بالنسبه للبضاعه توصلها توقيت كذا. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتقدمها خدمه للعملاء. يعني دلوقتي بتقول لي انا عندي قطاع 40 كيلو من الكيلو 122 للكيلو 162 بعمل لك فيهم ازدواج في 10 كيلو وبعمل لك فيهم تعميق
من 66 قدم ل 72 قدم، وبعمل توسعه 40 متر هتسهل لك حركه الملاحه في الجزء الجنوبي اللي انت كنت وانت داخل تبقى الاهم منه بنسبه 28%، ودي نسبه مشغليه انا يعني تزيد يعني انت رفعت الامان الملاحي 28 بنسبه 30%. 28% يعني بنقول 30%. والتيارات المائيه ما دي برضو تقل لما انت تعمل التوسعه دي والتعميق، تاثير التيار، هو التيار مش هيقل نفسه لكن تاثير التيار على الدفه يقل. وبالتالي هو بداخل الابطان مستريح، بدل ما كان بيخش بيقول انا كنت داخل ببقى قلقان ومتوتر وبستنى الجزء ده يخلص بسرعه عشان اعدي منه وابدا استريح. فانت بتقدم خدمه برضو من ضمن الخدمات اللي انت بتقدمها للعملاء. حقيقي برضو المخاطر في قناه السويس محتاجين نتكلم فيها طبعا. يعني قللت نسبه المخاطر لتقريبا اجزاء من الـ من الـ من المئه على العشره. تمام تمام، يعني 3 من 10 نقول 3 تلت تقريبا، يعني المخاطر التلت، وزودنا عدد السفن اللي تبقى موجوده في قناه السويس بنسبه 6 ل 8 سفينه موجودين. وبالتالي انا عايز اقول حاجه، نقطه كمان برضو مهمه قوي بالنسبه للقطاع الجنوبي، يمكن احنا ما بنقولهاش دلوقتي لانها لسه مش ظاهره قوي، ان دي بدايه الازدواج الكامل لقناه السويس. ايوه، بدايتك انت الشغل من هنا من الجزء الجنوبي الصعب ده، وان بتخلص يبقى اللي جاي سهل، وبعد كده مش هيقابلك اللي انت بتقابله دلوقتي ولا ده الجزء الصعب. ده الجزء الصعب. فانت لو هتعوز بعد كده في مشروع تاني بدايته كان هو ده. احنا عندنا مشروع تاني في الخطه طبعا، لان المشاريع ما بتبطلش، وانت لازم في الاخر هتوصل راضينا ما بين ان احنا بقى عندنا قناتين كاملين بكيلو 192 كيلو. يعني على المستوى بقى البعيد، على مستوى تبقى طبعا ده الاستراتيجيه، استراتيجيه كامله للازدواج. الازدواج طبعا، لان انت برضو لسه ما تقدرش تحدد الشيء بيلدينج هيبقى عامل ازاي. أيوة. عدد السفن اللي في العالم هيبقى حجمهم هيبقى عامل ازاي، فانت برضه لسه متحسن. فانت ما تخلص جزء ده كده، اللي يجي بعد كده يبقى سهل. لما تخلص انت جزء. عندك 72 خلصانين، وادي 10 كمان بيخلصوا. ايوه ماشي، يبقى عندنا 82 82 يعني حوالي 100 كيلو او 110 يعني ده في الازدواج الكامل كامل. اللي انت تقريبا هو ده المخطط الاساسي. ده طبعا ده لازم في المخطط ده لازم حساباتنا، ولكن نقدر نقول على المستوى حتى على المدى مش القريب او المتوسط، المدى البعيد، لغايه دلوقتي اللي موجود دلوقتي في العالم كله من سفن باحجام واطوال وحمولات تستوعب قناه السويس. سيادتك بتقول ميزات القطاع الجنوبي الان انه اكثر امانا بنسبه كبيره جدا، اقل تاثرا بالرياح او بالموجات البحريه. ماشي، ايضا اصبح اكثر امانا وامكانيه المناوره فيه عاليه، اسهل شويه. تمام، عظيم. وبالتالي السفينه زي دي تعبر بسهوله ويسر. تعبر بسهوله ويسر، بسهوله ويسر. هل ده بيأثر على عدد السفن بقى المره؟ يعني احنا النهارده كام؟ يعني السفينه دي العدد من كام؟ النهارده في 72 سفينه الحمد لله. 72 سفينه. 4 مليون و 10 طن بضاعه بتمر في قناه السويس النهارده. كويس جدا جدا. الرقم ده يساوي ايه من مجمل الارقام؟ المتوسط بتاعك كام؟ انا المتوسط بتاعي هو كده دلوقتي. يعني المتوسط بتاعنا في 72 سفينه يوميا. لكن مثلا امبارح كان في 82 سفينه. طبعا في شهر مارس اللي فات كان في 107 سفينه، رقم ما حصلش قبل كده. التسعينات والثمانينات دلوقتي بقت كتير جدا، ما كانش في حساباتنا قبل يعني كده. يعني رقمك القياسي 107 سفينه. اقصى حاجه دلوقتي لغايه دلوقتي 107 سفينه. ده كان في مارس اللي فات. في مارس السنه دي. السنه دي 23. ده رقم طبعا. ظروفه ايه؟ يعني احنا نقول ان عدد السفن اللي كانت جايه من الجنوب كان اكتر نتيجه البترول او الوقود، السفن البترول الخام اللي بتيجي من الخليج لاوروبا، نتيجه طبعا انت داخل كنت على الشتاء بقى والجو كان لسه ما كانش يعني بتكلم في مارس، كان لسه الجو ساعة، وبالتالي كانت مطلوبه كميات من الوقود اكتر عشان التدفئه في اوروبا، يمكن كان الطلب اكتر يعني من نسبه لي. ترجمته ايه في القناه؟ ان القناه تستطيع ان تدير حركه ملاحيه في حدود كم سفينه يوميا؟ احنا بنتكلم هو دلوقتي يعني ال 107 يعني ممكن نتكلم من لغايه 120 سفينه. 120 سفينه استيعاب، تقدر تستوعب 120 سفينه. لكن هو بقى ترجمته لا قدرات لقناه السويس. ايوه، ثقه في قناه السويس، جاهزيه قناه السويس لاستقبال عدد السفن ده من غير ما تعمل لهم انتظار وغير ما توقف. فاحنا بنرد برضه بيها على كل الاشاعات اللي لسه ما زالت برضه لازم يتكلموا القطب الشمالي ويتكلموا الطرق البديله ويتكلموا مش عارف ايه. فنقول له هو في طرق بديله، فما كانش الرقم يوصل للي احنا بنوصل. عظيم. وانت بترد على الطرق البديله او الحكي بهذا الموضوع، يخلينا نتكلم عن اداره الازمات في هيئه قناه السويس. واعتقد دي انها اداره مهمه، واضح كمان ان انت مهتم بيها جدا لدرجه انها اصبحت في اولويات او في سلم الاولويات بحيث لا تتكرر حادثه ايفر جيفن او غيرها. تمام. طبعا هو نقدر نقول ان اداره الازمات هي موجوده، ولكن يمكن القاء الضوء عليها زاد اكتر واهتمامنا بيها زاد اكتر. ده يرجع لايه؟ زياده عدد السفن في القناه. لان بزياده عدد السفن في القناه اصبحت تتحمل ان انت تجد سفينه
تعطل منك. ودي حاجه فنيه في المركب، انت ساعات بتعمل اختبارات للسفن دي بره قبل ما تخش، لكن وارد برضه في 11 ساعه اللي هو بيعبر فيها ان يحصل اي. هو العبور 11 ساعه. 11 ساعه طبعا. ال 11 ساعه ده احتماليه قائم مش كل السفن جديده. وبالتالي انت بعد ما تعمل لها اختبارات تبقى مطمن ان هي كويسه، بس حاجه طريقه حاجه كهربائيه في التوجيه في الماكينات، وده كل أيوة. يمكن الاعطال اللي حصل كلها كانت حصلت في كده، يعني كلها كانت في الدفه او ده التوجيه او في الماكينات، واصبحت بقت تكتر، واصبح الاهتمام بيها بقى كبير عند الناس، لان حادثه ايفر جيفن يمكن خلت الناس بقت تبقى قلقانه قوي ان ممكن تحصل حاجه زي كده تاني. وبالتالي اي حادثه صغيره بتعمل حاله توتر عام طبعا. فاحنا طبعا اهتمامنا اولا واخيرا ان انت اولا المركب اللي عطلت دي، بالرغم انها يعني مش العيب منك انت او العطل عندك انت العطل في المركب، الا ان انت تبقى حريص جدا ان انت تعمل عمليه الاصلاح بسرعه، او عمليه ان انت تقطرها بعيد عن الممر الملاحي عشان تسمح لبقيه السفن انها تمر في التوقيت المناسب اللي احنا بنقول عليه اللي هو ال 11 ساعه. وبعد كده تعمل عمليه القطر ليها، لان ساعات برضو تبقى انت محتاج تعمل عمليه القطر حالا دلوقتي، مش مستني ان انت تفضل، لان ممكن يبقى مسافه الجراج اللي انت بتقول عليه على مسافه 10 كيلو او 12 كيلو، وبالتالي عايز تقطرها. التوقيت بتاع العطل دون مش في ايديك، تبقى الساعه 2 بالليل، تبقى الساعه 4، تبقى الساعه 12، فانت لسه تبقى جاهز. وبالتالي احنا عندنا القطارات ووحدات الانقاذ والغطاسين بيبقوا جاهزين 24 ساعه. وده برضو انتوا عملتوا نوع من التحديث في القاطرات طبعا ده مهتمين. عملنا تحديث في القاطرات، وعملنا تحديث في اسلوب العمل، ان انت تبقى متواجد القاطرات دي متوزعه على طول القناه في الاسماعيليه وبورسعيد. يعني عندنا كم قاطره؟ احنا عندنا حوالي 30 قاطره. يمكن دلوقتي احنا بقينا 36 قطره بعد الاضافه الجديده، يمكن سياده الرئيس صدرها ب 28 قطره، دخل منهم الخدمه 10 قطرات دلوقتي، وشغالين في 12 22 قطره الثانيين. القطرات اللي احنا نفذنا اربع قطرات بتستنى بورسعيد، وسياده الرئيس كان دشنهم، اتفقنا مع جيرك جونز الصينيه على ست قطرات، جم منهم ثلاثه وشغالين ودخلوا الخدمه، والثلاث تانيين بيبنوا في ترسانة بورسعيد بمعاونه مع شركه جوانز، عشان برضه نعمل خبره ونشوف بيعملوا ايه، مع ان احنا بنبني لكن برضه نشوف الناس دي بتفكر ازاي وبتشتغل ازاي كويس. بيوفر ازاي الوقت في التواصل مع الخبرات دي مهمه، ويقلل الهدر دي مهمنا برضه، مهمين عندنا قوي ان هو يقلل الهدر ازاي وهو شغال، لان عنده حسبه وعنده عنده خبره استاديو عنده فبرضه بنفهم منه بيعملوا ايه ونتدرب معاهم. فدول سته، في 10 مع القطاع الخاص، ودي طبعا رؤيه سياده الرئيس ان احنا نتعاون مع القطاع الخاص، شركه ترسانة جنوب البحر الاحمر في 10 قطارات قوة 90 طن، احنا بنتدرج من 9 طن من القطارات اللي احنا عملناهم دول، من 9 طن لغاية 190 طن. 190 طن. فالتدرج ده برضه مطلوب عشان تستخدم القطارات دي سواء في المصاحبة أو في عمليات الإنقاذ. فبيقول في 10 في ترسانة جنوب البحر الأحمر بيتبنوا، هيبقوا 90 طن. في قطارتين بيتبنوا في شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، دول هيبقوا 190 طن، دول عشان عمليات الإنقاذ. ودول بعد عرض ودروس مستفاده بعد حادثه ايفر جيفن، ان انت بقى عندك سياده الرئيس برضه دايما يتكلم على وانا قلتها في كده قدراته، لانك حتى لو احنا مش بنستخدمهم ممكن نعاون بيهم في حوادث اخرى بره. صحيح. قناه السويس. فبرضه احنا بنطور عندنا الاعداد، الكم، النوعيه، واسلوب العمل نفسه. وده بيخلينا نسال برضه عن التطوير في الاسطول البحري، لان واضح ان في التصوير في اسطول بحري باشا تطور جذري. طبعا احنا الكراكتين الجداد دول يعتبر يعني الاسطول بيكون من كراكات وقطرات ونشاط الارشاد. مظبوط. فعن الكراكات يعني دلوقتي لغايه دلوقتي احنا مش محتاجين حاجه غير دلوقتي القطرات دلوقتي القطرات اللي موجوده الكراكات اللي موجوده تكفينا قادره على اداره الاسم. لكن هيبقى في خلال 5 سنين جايين بفكر ازاي احنا نتعاقد على كراكات ثانيه برضو اللي هي الهوبر بقى، ان احنا نشتغل في عارضين على كراكتين ثانيين مثلا خلال سنتين، ممكن نتعاقد بحيث يخلصوا كمان سنتين، يبقى 4 سنين، يبقى بعد 5 سنين عندنا كراكتين. مستواهم ايه وفكرتهم ايه؟ برضو دي الكراكه الهوبر ميزتها ان هي بتشيل التكريك بتاعها جواها جوه البطن. جوه البطن. مش بتطلع لا تاخد بقى لغايه ما تملي تبدا تتحرك بالتكريك بتاعها، غير الكراكات اللي بتحب تنقل في مواسير اللي موجودين دلوقتي. وده اللي بيحصل. اللي يحصل ده دلوقتي، فانت برضه دي نوع جديد. انت شغال على 2 من دول. على 2 من دول. يعني نقول يخلص مثلا التقاعد بتاعهم خلال سنتين، وياخدوا كمان سنتين يبقى 4 سنين، يبقى احنا برضه احنا في التوقيت اللي احنا يعني دايما مش بنجيب حاجه في ساعتها، احنا بنجيب حاجه قبل ما نكون محتاجينها. وسيادتك اتكلمت عن القاطرات. بعدين القطارات بيقول احنا دلوقتي عندنا احنا محتاج حوالي 30 قطره دلوقتي. انت محتاج 30 قطره. فاحنا عندنا 35 ولسه في 10 وفي 2 وفي 12 كمان، يبقى احنا ازيد. ودي ما تخوفناش يبقى عندك زياده ليه؟ لا ده انا عندي زياده في القدره احسن على ان يبقى اقل، لان برضه عدد السفن بيزيد وبالتالي بيحتاج القطرات دي. لانشات الرشاد احنا بنبنيها عندنا في الشركات. الانشات البحريه كلها بنبنيها عندنا، واحنا عندنا دلوقتي فوق عن 30 لانش ارشاد، ولسه مدخلين 10 خدمه جداد. فعلا دي ما فيش مشكله. فالاسطول الحمد لله يعني بمرعاه من سياده الرئيس ان احنا نطور فيه زي ما احنا عايزين، طبعا بعد تصديقه.
وشغالين فيه كويس جدا، وعندنا اسطول ممتاز بالنسبه يعني للمكتب. اسطول قناه السويس دلوقتي اسطول يليق بالحاله اللي هي عليها دلوقتي. تمام، ده بيخليني اسال سيادتك سؤال مهم في ايضا في اداره الازمات. احيانا بتبقى في ازمات عالميه، يعني سيادتك اتكلمت على الازمات داخل المجرى وازاي بتتعامل معاها على مدار 24 ساعه، تجهز بقطراتك بكراقاتك بلانشاتك كل ده موجود. لأزمات عالمية، عندنا أزمة كورونا، أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وربما تظهر أزمات في المستقبل لسنا طرف فيها لكننا نتأثر بها. تمام، هو ده سؤال مهم، إن إحنا برضو فعلا إحنا بنتأثر باللي حوالينا كله. قناة السويس هي قلب العالم، وهي بتنقل 12% من التجارة العالمية بنصب 12% 12% بنصب النتبة 15% إن شاء الله. أنت سيادتك بتخطط تبقى 15% وبالتالي هي في قلب الحدث. اول لما حصل كورونا ما حصلت، يمكن احنا كنا واخدين بالنا ان هي حصلت يمكن في ديسمبر 2019 مش في 20 زي ما احنا بنقول سنه 20، يمكن احنا تاثرنا بيها في مارس 20 او ابريل 20. فلما حدثت في الصين في 2019 في ديسمبر، واحنا كنا واخدين بالنا لان احنا كل الحاويات اللي بتيجي من شرق اسيا ومن الصين رايحه اوروبا تعبر قناه السويس 100%، والعكس صحيح. وبالتالي كنا عارفين ان الموانئ هتقف، العمل هيقف، وبالتالي هيبقى عندك مشكله لما 100% من الحاويات دي تسقط تقف، يبقى انت عدد السفن عندك قل اللي هو بيعبر قناه السويس، وبالتالي الحموله قلت والدخل هيبقى يقل. فدي من ضمن الازمات. عارف طب احنا هنعمل ايه؟ احنا عندنا بقى السيناريو الازمات اللي احنا بنقول عليه، ان انا بجهز بخطط اخرى تسويقيه وحوافز بنديها للشركات عشان اجذب عدد سفن ما كانش بيعبر عندي قبل كده، ما كنتش انا البديل الاول بتاعه. وده اللي حصل، ان احنا عملنا تخفيضات من 17% ل 75% للسفن اللي جايه من الساحل الشرقي الامريكي، وده احنا مش البديل الاول بتاعه. اللي احنا عملناه ده جذب السفن دي وسفن الغاز كلها تقريبا في الساحل الشرقي الامريكي، كانت بتلف في راس الرجاء الصالح عرب لها، قالت لنا ان لما عملت له التوفير ده في استخدام الوقود وفي المبالغ اللي بيدفعها خلال رحلته الطويله دي من راس الرجاء الصالح، طبعا التجاره البيزنس ماله وقت، فجالك على طول. وبالتالي عوضت السفن اللي اتمنعت ان هي تيجي من الصين لغايه وبالتالي احنا ما خسرناش في كورونا او في 2020، يعني حققنا نفس اللي حققناه في 2019 منها كان سنه رواج، حاجات بسيطه جدا لا تحسب، وخدنا اشادات كبيره جدا في العالم كله، اللي فيه قنوات اخرى خسرت 40% وقناه ثانيه خسرت 32%، واحنا تقريبا زادت عندنا عدد السفن بنسبه 8%، وده في تقرير من شركه ده بالنسبه للكورونا. فده بالنسبه للكورونا. والحرب الاوكرانيه طبعا احنا برضو كنا جاهزين لما بدات الحرب في بدايتها ان احنا برضو ندي بعض حوافز للسفن عشان العبور، يعني اللي ممكن تتاثر ان هي هتعبر قناه السويس. لكن الحقيقه اللي كان اللي بيطلع كان من روسيا ومن اوكرانيا ده كان بيروح اوروبا، وبالتالي ما كانش بيعبر في قناه السويس، فكان تاثيره هيبقى علينا قليل. لكن ده عمل لنا حاجه تانية، ان عدد السفن اللي جايه من الجنوب بتاعت البترول عادي زادت، وبالتالي ده يمكن عمل لنا يعني رواج. لكن كنا جاهزين برضو، وفي اي تاثير احنا جاهزين ازاي نتحرك بسرعه ونخاطب مين، نكلم مين، نقول له ايه عشان يبقى يجي لنا بدل ما بيروح حتى طريق تاني. هل سياسه الحوافز هي السياسه الناجعه في هذا الامر؟ طبعا لا يوجد بدائل اخرى. والله هي دي السياسه، لان ده بيتكلم زي ما كانوا على التجاره، وهو بيحسب حسبته ان هو لو انا عديت هنا هدفع كام، ولو عديت هنا هدفع كام، وبالتالي انا البضاعه لما اوصلها هتوفر فيها قد ايه علشان اعبر من طريق افضل من طريق اخر. دي الحسبه المفروض. وفق هذه الحسبه عملت 9.4 مليار دولار، الرقم ده رقم ذهبي لم تحققه القناه من قبل، كيف تحقق؟ طبعا فضل ربنا ونعمه اساسي يعني، ولا نغفل طبعا متابعه سياده الرئيس صراحه، يعني ان هو دايما بيدينا دفعه وقوه وسالنا وعاد ايه فاضل ايه، طب انت بتعمل، طب هتزود امتى، طب الزياده دي هتبقى محسوبه يعني، ولا يعني شغالين في التفاصيل. في التفاصيل طبعا. يعني لما باجي بعمل حساباتي في ان اعمل زيادات خلال السنه، انا بعمل زيادات دايما في يناير دي بتبقى ثابته، وبعدين بعمل حاجات اضافيه كده لما بلاقي في رواج في نوع معين بعمله على نوع معين، مثلا زي البترول اعمله على نوع معين، بترول الحاويات الصم حسب الظروف. فدايما برضو بنعرض على سياده الرئيس، وعلى فكره ساعات هو يقول لنا على فكره في رواق في كذا تتابع له فعلا، بيكون بيقول له فعلا بندرسها يا فندم، يمكن خلال يومين ولا حاجه احنا كويس يعني. فطبعا المتابعه دي مهمه جدا، لان كمان بتحفزنا وتخلينا ان احنا بنتطلع ان احنا نعمل الاحسن. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها زيادات، والزيادات دي برضه بتدخل دخل، بس الزيادات محسوبه يعني، مش زيادات وخلاص، لا دي حسابات بتقعد تحسب لمده شهور بنراجعها، وانا بقعد مع الناس نشوف ايه المنطق بتاعهم وايه المبررات بتاعت الزياده دي، وازاي هنعمل الفرشه بتاعت الموضوع ده قبل ما نعمل الزياده، نعرف الناس ما بنفاجئهمش يعني. انا قبليها بثلاث اشهر قبل ما احقق انفذ الموضوع بثلاث اشهر بقول انا هعمل زياده
نسبه كذا شوف كذا. اه بتقول لهم اه بقول لهم بتقول للعملاء اه وساعات بقى يردوا عليا لا طب ده كده كتير طب نخليها وبدرس معاهم في ديالوج واشرح في ديالوج مظبوط واشرح لهم طب احنا ليه عملناك طب في واحد ناس يقول لك لا ده كده احنا هنخسر مش عدل قول له طب هات حساباتك تعالى وغالبا بنسبه 99% حساباتنا احنا بتطلع صح وان احنا معلنا مظبوط فبالتالي الموضوع ده بيبقى مدروس كويس يعني رغم ان الرقم 9.4 مليار دولار هو الرقم الذهبي او الرقم القياسي في مدخلات قناه السويس الا انه يقابل ببعض التشكيك. بعد الفاصل سنواصل الاجابه على هذا السؤال المهم. احنا دلوقتي يا جماعه ان شاء الله هنتفرج على فيديو توضيحي لطريقه عمل الكراكه المصه طرده ذات حفار زي ما احنا شفنا كده انواع الكراكات فده فيديو توضيحي كده من احد الشركات هيفرجنا طريقه عمل الكراكه المصه الطرده ذات حفار زي ما انتم شايفين اهو منظر الكراكه العكاكيز واللندا هيبتدي دلوقتي ينزل النظر والحفاره اهوت نازل وهيدف والقماش طريقه عملها الفيديو ده حوالي 3 دقايق او 4 دقايق هذا الحفاره اهوت وهو نازل الميه وادي اللندة نازل اهوت وعمود الحفار زي ما انتم شايفينه شغال ده منظر توضيحي طبعا احنا ما بنشوفوش لكن ده بيدينا دلاله على ايه اللي بيشتغل فاحنا كده بنعمل سوينج كامل طريقه عرضيه للتكليك وادي الدريدج ماستر اللي احنا هنشتغل زيه بالظبط وادي الشاشات اللي قدامه بيشوف كل القياسات من خلال العدادات طريقه تغيير عمليه العكاز عشان اعمل ادفانس تقدم بعد ما باخد باص كامل بنقدم بالكراكه زي ما انتم شايفين ورا العكاز اهو ظاهر الكراكه كده اتحركت ايوه نزل العكاز وهيرفع التاني العكاز المساعد بدأنا نشتغل في عربيه اخرى هنخلص عمليه السوينج طبعا الفيديو التوضيحي بيورينا ازاي طريقه عمليه رفع العكاز ودي زي ما هنشوف بعدين في المحاضرات الاخرى دي احد الطرق بتاعت تغيير العكاكيز دي عندنا طبعا في الهيئه زيها في الكراكه العاشر والكراكه بركات تمام وبرضه بيوري لك اهوت برضه الفرق ازاي بينقل عمليه المرسى في محاضره الانكورنج ومحاضره المراسي هتشوف الانواع دي بالظبط الكراكه شغاله وجنبها برج نود حامل اتربه خلصنا الحامل بيروح يفضي الشحنه ويخش حامل تاني بيتملي انا عايز اقول ان اهميه الموضوع ده وان ايه ان احنا قاعدين دلوقتي اولا احنا المعدات اللي احنا بنجيبها الهيئه لا تبخل بالمعدات المطلوبه ايا كانت هي نوعها ايه او سعرها ايه زي اخر كراكتين احنا جبناهم طبعا اكبر كراكتين في الشرق الاوسط فمطلوب منكم ان انت طبعا نتعلم نظري كويس نفهم كل حاجه وبعد كده اتعلم عملي كويس جدا المحاكي اللي احنا موجودين فيه ده يعتبر اكبر محاكي موجود في الشرق الاوسط. بس كان في اكتر من فرع موجود فيه كان تدريب على الكراكات، تدريب على القاطرات، تدريب الملاحه، تدريب التلوث، مكافحه التلوث والنخرات الالكترونيه يعني في كل جاهز للتدريب على كل الوعد واحنا ما بنبخلش ان احنا ندربكم عشان تبقى قادر ان انت وانت شغال على الكراكه ان انت تعمل فيها بجديه وتعمل فيها الطريقه الصحيحه ودي مطلوبه جدا لان طبعا احنا عارفين ان الكراكات دي سعرها كام وتدفع فيها فلوس كام من مصر فلازم نحافظ عليها احافظ عليها ازاي بالتدريب الجيد سواء في النظري او التدريب العملي وعشان اخد اكبر خرج من هذه الكراكه لازم اكون انا عارفها كويس واتدرب عليها كويس فانا بطلب منكم وانا عارف ان انتوا ناس كلكم محترمين ناس شغالين من زمان في الهيئه ولكن اطلب ان احنا طول ما احنا بنتعلم يبقى نتعلم طول ما احنا بنشتغل يبقى بنشتغل فده اللي موجود ده الناس كنا بنوفر هذه الفرصه فدي مهمه جدا ليكوا ولينا
نتمنى ان شاء الله ان انتم تستفيدوا من لو ليكم اي سؤال برضو ما اقعدش تعلق بس لو في اي سؤال بنسال ونتعلم ونستفيد خبره من مننا حتى لبعضنا لنفسنا نسال بعضنا احنا شغالين نعملها ازاي ده عشان ده كل ده بيوفر علينا جهد وقطع غيار وساعات عمل اللي احنا بنغيره في السيميليتر ده بيوفر علينا حاجات كتير جدا انك تتدرب على المركب على طول او على الكرات على طول فتتدرب هنا جزء عشان لما تروح القرار تبقى جاهز تبقى شفته قبل كده. استكمالا لكلام سياده الفريق احنا في السابق قبل الكراكتين الوداد ما كانش عندنا محاكي تكريك فعلشان نصنع نهن ترايس تكريك الموضوع ده كان بياخد معانا وقت كبير جدا لسياده الفريق ممكن يخش لسنوات 4 أو 5 سنين بنعلم الفني ازاي يبقى رئيس تكريك جزء نظري فبنضطر ان احنا ندربه على الكراكه نفسها فكان ده ممكن يضيع وقت الكراكه فاحنا كنا بنوازن الامر فكان الموضوع بياخد وقت كبير جدا بعد ما بيضع الوقت ضيع ساعات تشغيل بتاعت الكراكه ان ساعات تشغيل وممكن كمان يعمل مش يعني المتدرب يكون لسه ما ظبطش نفسه طبعا يعمل مشكله في الكراكه بشكل او باخر انما بعد وجود المحاكي بتاع التكريك خلصنا العمليه من سنوات الى اشهر معدوده تكاد تكون 5 شهور 6 شهور بقى عندنا امكانيه ان نطلع رئيس تكريك في خلال فتره زمنيه صغيره بنديره دوره تدريبيه جزء نظري ويتبعه جزء عملي كدوره اساسيه بيزك نطلعه الكراكه يمارس شهرين ثلاثه وبعدين يرجع لنا تاني نعلى شويه بالليفل نخليه كورس متقدم اسبوعين هنا ثلاثه في المحاكي وبعد كده يطلع الكراكه خلاص مع رئيس تكريك ممتاز ومعنا الاستاذ محمد فضاء رمضان كان من اول الناس اللي خد دورات معنا في المحاكي هنا كان شغال سابق على كراكه قديمه جه معانا هنا يا فندم حضرتك خد الكورس خلال اسبوعين قيمت الامر عملت تقريري رفعته للمسؤولين فان هو شخصيه كويسه ويجي منه والدنيا تمام فبناء على التوصيه راح احد الكراكات الجديده دلوقتي محمد في حسين على كراكه حسين طنطاوي الكراكه حسين طنطاوي محتاج تسال سؤال كده ولا حاجه اتفضل يا محمد هو بس انت محمد لو ده يلقى عليك مسؤوليه كبيره جدا تمام يعني الكراكه في رقبتك الرجاله اللي معاك دي في رقبتك ان انت تتعلمهم وتستفيد منهم طلع لنا اكبر خارج من الكراكه دي لان فيها امكانيات وقدرات عاليه جدا فلازم نستفيد بالوقت ده اللي احنا شغالين في مشروع قطاع الجنوب لازم نخلصه في توقيته باذن الله ان انت تعلم الناس اللي تحتيك وتخلي بالك من سلامتهم واللبس السيفت بتاعهم ما تسمحش حد انه لابس مفروض عشان هو عشان مصلحته هو تمام انت لازم تكون مثالي في كل حاجه عشان هو يبص لك ويتعلم منك اتفضل وانا بشكر حضرتك طبعا على المجهود الكبير اللي حضرتك عامله في المحاكاه بتاعتنا دي طبعا وفرت علينا وقت كبير في التشغيل بتاع الكراكه او السيطره اكتر على الكراكه في بخصوص المجرى المداخلي طبعا طبعا موضوع التكليف في المحاكاه وفر علينا تويل زي ما حضرتك قلت يا فندم 4 سنين كنا بناخد خبره واكتر كمان النهارده انا 6 شهور بالظبط بيبقى رئيس تكليف محترف بعد دوره التكليف اللي بياخدها في المحاكاه احنا شفنا من الفوزون اللي جم بعد الدوره بتاعتنا جربت كذا ناس منهم كانوا 6 ما شاء الله الناس يعني عندهم قوه تفاهم بقت اعلى طبعا هو بيجي من بره يعني احنا الناس اللي ضربت اسر الناس دي كانت دفعه جديده ما يعرفوش حاجه عن التسجيل خالص ولا يعرف حاجه عن الكراكات اخر دوره 3 شهور ما شاء الله المساعد يعتبر مساعد تكليف بيخش راجل بقى فاهم عارف يعني اني جاي على الحاجات اللي هي المهمه اللي انا محتاجها منه لكن طبعا كان الاول انا اللي بقعد اقول له اعمل كذا طب بص على كذا طب لاحظ كذا لا النهارده هو بيجي ما بيخش على الشغل وان شاء الله بيقعد النهارده كمان تقريبا مش الكراكه بالظبط بس وده اللي بيوفره السيميليتر ان انا اوفر لك على البر
حاجه مشابهه للكراكه عشان توفر بالزبط. زي ما قلنا المعده نفسها تمام، توفر ساعات التدريب، توفر حاجات كتير قوي للتدريب. فعايزك بقى تشرح لي ازاي الناس دي تدربها ازاي كانك في كراكه بالظبط. تمام، احنا اول ما بنخش طبعا نستخدم بنبص الاول على ادوات التشغيل، زي مثلا بكره زي دي مش جايه زيرو، بنرجع زيرو بنبص على النظره كده عامه كده اهوت كده. انا بستلم مكن كده، انا هقدر اتحكم بيها من هنا، كنترول جاي زي لي شيء، سرعه زي دي مكنه كده. طبعا انا لازم كله يبقى ماي زيرو، عشان لو انا عشقت على الصنعه دي ممكن لا قدر الله يحصل حاجه في الماء. تمام، انت لو في عملت تشيك كل على كل المونيتورز الموجوده على المعدات كلها بحيث تبقى مطمن ان الكراكه جاهزه للتشغيل. دي شاشه التكريك، دي المسؤوله عن التكريك كل حاجه، دي سرعه خليط في الضغط في الطرد في العمق. فاحنا دلوقتي عمق اللي ده معانا يعتبر صناعه 60. احنا لما نيجي نعشر نحاول نسند الايدين ده بتبقى على 8، يعني يبقى ترمى المجموره وتبقى كلها تبقى كل الماي. بس ايه؟ ما بديش ارجع ولا اي حاجه، يعني ما حصلش بورتيشن في كده. انا جايب على وضع الكومباوند مسطره اكننا في الكهرباء بالظبط. اول حاجه بنخش بيها ترمبه البوستر، تخش الاول تعرف من هنا اعرف انا معايا كم مولد. طبعا انا كده معايا الاربع مولدات تمام، ببص على الفضفار، انا كده معايا فضفارات والبوست ان شاء الله كده الدنيا ايه معانا تمام باذن الله. خش واحده واحده كده، ارجع تاني من الشاشه عشان الشاشه دي هتبقى بعيد عني، فخلي معايا الشاشه دي تبقى قدامي. ابتدى السرعه ترفع 20 او ضربه تبع. طبعا انا قبل ما بدور ببتسم بالراجل اللي موجود بره على الكول، بشيك عليه وبشوف مكانه فين، يكون بعيد عن خط الطرد بتاعي. ارفع السرعه واحده واحده باول ترمبه، بحيث ان انا املى الخط ميه واتاكد ان مفيش اي تسريب. لما اجي اخش بالترومبه الاولى اخش بيها واحده واحده، بحس ان هي ما تلفش معايا رفاصين بتوع الترومبتين التانيين، لغايه لما توصل معايا هنا الصنعه بشكل منتظم يبقى ثابت معايا. ابتدي ان شاء الله اخش بالطن واحد اللي بعديه، ابتدي نعشق طني واحد، عشقت طني واحد معانا سرعتها بتبقى هنا، بحيث ان هي تدي فنم اللي بعديها. خلي السرعه الحرجه ليها يعني تبقى 240. يبقى احنا كده البصر اللي هو الترمه المغموره 150 240، وبعد كده نعشر التاني 240، وبعد كده نفتح السرعه واحده واحده. السرعه وصلت كام والضغط كام؟ اما هنبص عليها السرعه والضغط قبل ما نزود اي سرعه. انس بس ان هي ما تضربش معانا الكاوتشات بتاعت الشريط او اي حاجه على الكراكه كده. يعني انت في الاخر بيطلع ان هو هيتولى بعد كده عمليه في رئيس الكراكه، من هنا جاهز ان هو يروح هناك يدير على طول. تمام كده فندم، يعني تنزل تضرب وتاكد، تساله وتاكد منه ان هو خلاص بقى جاهز عشان تبقى عنده مسؤوليه، يعني هتسلمه كراكه وتبقى معاه وتبقى في العمل تشوف. تمام، دي مهمه جدا ان انت تشوف ان انت اللي اديت لهم النظر ده خلاص. طب يقدروا يطبقوها لا على عملي، وتبدا تشتغل معاهم عملي. تمام، بشكركم جدا وشدوا حيلكم. شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا.